لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يرددها في حجه. فما معناها ومتى وقتها؟ لبيك اللهم لبيك، أطيعك يا الله، أطيعك يا ربي طاعة بعد طاعة. وكررت كلمة لبيك للتأكيد والاستمرار بالطاعة. ويستحب للحاج تكرار هذه التلبية في مواضع عديدة، لا سيما عند تغير الأحوال كإقبال الليل وإقبال النهار، كالصعود والهبوط، كاجتماع الرفاق، كالقيام والقعود، كالركوب والنزول، وخلف الصلوات وفي المساجد كلها. ويستحب موالاتها وتكرارها كل مرة ثلاثا فأكثر، وأن لا يقطعها بكلام الناس. ويستحب للحاج بعد كل تلبية أن يدعو ويسأل الله تعالى ما شاء لنفسه ولمن أحب من أحبابه. وأفضل الدعاء سؤال الرضوان والجنة، والاستعاذة من النار، وإذا رأى شيئا أعجبه فليقل لبيك إن العيش عيش الآخرة. ولا تزال التلبية مستحبة للحاج حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر، أو بعد طواف الإفاضة إذا قدمه عليها. ومما بلغنا من أفعال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخبرنا به عبد الله بن عمر، وكان من أكثر الصحابة تأثرا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحب الاقتداء برسول الله حتى في أدق التفاصيل. من هذه التفاصيل الجميلة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى ذي الحليفة ركع ركعتين، ثم إذا استوت به ناقته قائمة عند مسجد ذي الحليفة رفع صوته بهذه التلبية. فكان ابن عمر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل مثل ذلك. فكان إذا استوت به ناقته قائمة عند مسجد ذي الحليفة رفع صوته بالتلبية كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا ذهب إلى الحج لا يمس إلا الركنين اليمانيين. فلما سئل عن سبب ذلك قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا الركنين اليمانيين. والركنان اليمانيان هما الركن اليمني والركن العراقي، ويقال للركنين الآخرين اللذين يليان الحجر الشاميان لكونهما بجهة الشام. فالركنان اليمانيان باقيان على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم بخلاف الشاميين، فلهذا لم يستلمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم واستلم اليمانيين. ثم إن الركن العراقي من اليمانيين اختص بفضيلة أخرى، وهي الحجر الأسود الذي أنزل من الجنة في زمن سيدنا إبراهيم عليه السلام، فبسبب ذلك اختص بالاستلام والتقبيل ووضع الجبهة عليه والدعاء عنده. ومما ورد من تلك الأدعية: بسم الله، والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك
واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الحج والزيارة وأن يستجيب دعاءنا، إنه على كل شيء قدير.